قبل أيام قليلة انصب اهتمام الكثير من وسائل الإعلام على الزعيم الأمريكي المسلم مالكوم إكس أو الحاج مالك شباز كما يلقب نفسه، وهو أحد رموز النضال من أجل حقوق السود الذين عانوا الأمرين في مجتمع يؤمن بسيادة البيض ويرتكب من الجرائم والانتهاكات ضد السود ما يجعلك تتساءل مستنكراً، أهذا هو المجتمع الذي يتشدق في كل مناسبة وغير مناسبة بحقوق الإنسان؟ نعم، هذا المجتمع الذي يتحدث بصفاقة عن الحريات ومكافحة العنصرية يؤمن بها فقط عندما تتعلق بالبيض، أما عندما يتحدث أحد السود عنها فلا بد من إسكاته إلى الأبد. هذا ما حدث مع مالكوم إكس. في فيلمنا الوثائقي هذا سنعرض لكم سيرة حياة الثائر الأمريكي منذ طفولته البائسة مرورا باعتناقه الإسلام وكفاحه من أجل حقوق الأمريكيين السود وانتهاء بوفاته. ابقوا معنا للنهاية. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. ولد مالكوم ليتل المعروف بمالكوم إكس بمدينة أوماها في ولاية نبراسكا الأمريكية في 19 مايو عام 1925. كان ذلك بين 8 إخوة في أسرة أمريكية سمراء ترجع أصولها إلى أفريقيا. فوالده هو قس معمداني يدعى إير ليتل، أما والدته فهي لويز ليتل، واللذين ناضلا في سبيل حق الأمريكيين ذوي البشرة السمراء في العودة إلى وطنهم الأم والعيش بكرامة هناك بدلا من الحياة في ذلك المجتمع الذي يعصف بالتمييز ضدهم. عانى مالكوم ليتل من طفولة غاية في البؤس بسبب لون بشرة أسرته، فقد قتل مجموعة من الرجال ذوي البشرة البيضاء 4 من أعمامه، كما تعرض والده للكثير من المضايقات بسبب نضاله السياسي، الأمر الذي أجبر الأسرة المالومة على الانتقال إلى لانسينغ بولاية ميشيغان، لكنهم لم يسلموا من أذى البيض، فقد أحرق منزلهم بعد شهور قليلة على يد منظمة كوكلوكس كلان العنصرية المؤمنة بالتفوق للجنس الأبيض. اضطرت الأسرة إلى الرحيل مجدداً إلى ضواحي المدينة آملة أن تحيا بأمان هناك، لكن في سنة 1931 وعندما كان مالكوم ليتل في 6 من عمره هاجم رجال من البيض المتطرفين والده فأشبعوه ضرباً، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بإلقائه تحت عجلات ترام ليلقى مصرعه دهساً في واقعة صادمة هزت أسرة مالكوم ليتل بعنف، خاصة مع إنكار الجريمة من قبل السلطات الأمريكية المعروفة بغضها الطرف عن الجرائم التي يرتكبها البيض في حق ذوي البشرة السمراء واعتبارها الأمر مجرد حادث غير مقصود، وما لبثت أن ادعت أن إير ليتل قد أقدم على الانتحار لتضيع دماؤه هدرا. سرعان ما أصيبت أرملة ليتل بانهيار عصبي عام 1938، أودعت على إثره إحدى المصحات النفسية لفترة طويلة، وهكذا وجد الأطفال اليتامى أنفسهم بلا أب ولا أم، فجرى توزيعهم على مراكز الرعاية الاجتماعية أو أسر حاضنة، وهكذا انفصل مالكوم ليتل عن إخوته الذين عاش معهم 13 سنة كاملة. التحق مالكوم ليتل بالمدرسة الإعدادية ثم بالمدرسة الثانوية وأبدى فيهما تفوقاً ملحوظاً، وكان يطمح في دراسة القانون حتى يصير محامياً، لكن أستاذه الأبيض أخبره بأن دراسة القانون هدف غير واقعي بالنسبة لزنجي، ناصحاً إياه بامتهان إحدى الحرف اليدوية. وبالفعل ترك مالكوم الدراسة وانتقل للحياة مع أخته غير الشقيقة إلى في بوسطن ليعمل ماسحاً للأحذية إلى جانب عدد من الأعمال البسيطة، لكن سرعان ما تغيرت حياته مع انبهاره بمظاهر الطرف في أحد مراقص المدينة، فانزلق في عالم الجريمة حيث عمل في تجارة المخدرات والسرقة والقمار، وانغمس في حياة اللهو والمجون حتى وقع في النهاية في قبضة الشرطة، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة السطو والسرقة. أتاحت الأقدار لمالكوم ليتل فرصة نادرة، فقابل في السجن رجلاً من ذوي البشرة السمراء يدعى جون بينبري، فشجعه على قراءة الكتب وإعمال عقله عند النظر للأمور، وكان دائم الحديث عن الدين والعدل، فبدأت تميل نفس مالكوم ليتل إلى فكرة الإيمان، ثم كانت رسائل أخيه ريجينالد إليه في السجن يخبره بمنظمة تدعى أمة الإسلام التي اتخذت من الدين الإسلامي نواة لها،
فدعت إلى الاستقامة وترك الفواحش، لكن أيديولوجيتها كانت تتمحور حول قضايا ذوي البشرة السمراء وإدانة الرجل الأبيض الذي يعمل على تهميش السود وعدم تمكينهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وقد أخبر أخاه بأنه اعتنق هو وإخوته الدين الإسلامي آملا أن يلحق بهم، وبالفعل اقتنع مالكوم ليتل برسالة أمة الإسلام واعتنق الدين الإسلامي الذي تدعو إليه، وأرسل عام 1948 رسالة لقائدها إلجا محمد يخبره فيها بما كان من أمره. وقد كان إليجا محمد يدعو أتباعه إلى التخلي عن ألقابهم البيضاء التي تعود إلى أسياد أجدادهم المستعبدين واستبدالها بحرف الأكس الذي يدل على المجهول ليعبر عن أسماء قبائلهم الأفريقية التي لا يعرفونها، وهكذا أصبح مالكوم ليتل هو مالكوم إكس. خرج مالكوم إكس من السجن عام 1952 بعد أن عمل على نشر الدين الإسلامي بين رفاقه في السجن، حتى أسلم على يده عدد كبير من أصحاب البشرة السمراء، وفور خروجه انضم إلى منظمة أمة الإسلام، فأصبح أحد أكبر الدعاة إلى الدين الإسلامي في أمريكا، وأسلم على يده الكثير من الناس من أبرزهم الملاكم العالمي الشهير محمد علي كلاي عام 1964، كما أنه بعد انضمامه إلى منظمة أمة الإسلام أظهر حماسة بالغة لمبادئ المنظمة وصار عضوا نشطا في المنظمة، الأمر الذي جعله يترقى سريعا فيها حتى عينه إليجا محمد المتحدث الرسمي باسم المنظمة، فقد كان خطيبا مفوها يتمتع بحضور قوي وذكاء ثاقب وكاريزما عالية. وأصبح مالكوم إكس ناشطا حقوقيا يدعو إلى تمكين ذوي البشرة السمراء من حقوقهم، ودعا أصحاب البشرة السمراء إلى رد الاعتبار لأنفسهم والدفاع المسلح عن أنفسهم ضد العنف الممارس عليهم من قبل البيض، ساعيا إلى إنشاء مجتمع خاص بذوي البشرة السمراء بعيدا عن البيض. لذا وصف البعض دعوته بالعنصرية وبمعاداة البيض، ثم إن مالكوم إكس في بداية نشاطه كان متأثرا بدعوة إليجا محمد والذي كان متعصبا لأصحاب البشرة السمراء، معتبرا البيض مجرد شياطين تحكم الأرض. كان مالكوم إكس ينزل إلى الأماكن التي يجتمع فيها أصحاب البشرة السمراء ويدعوهم إلى منظمة أمة الإسلام، حتى نجح في استقطاب آلاف الأنصار من ذوي البشرة السمراء، وزاد عدد أعضاء منظمة أمة الإسلام من 500 عضو عام 1952 إلى 30,000 عضو في عام 1963 بفضل جهود مالكوم إكس، وبدأ يظهر في البرامج الإعلامية ويكتب المقالات ويشارك في المناظرات والندوات ويتحدث باسم أمة الإسلام في الشوارع والجامعات والمدارس والمساجد والكنائس والمحافل، حتى غدا ثاني أكبر خطيب يحظى بمتابعة الأمريكيين في الولايات المتحدة الأمريكية، كان ذلك بحسب تصنيف جريدة نيويورك تايمز له. كان لمالكوم إكس دور كبير في تأسيس عدة مساجد ومعابد لأتباع منظمة أمة الإسلام في مناطق مختلفة بالولايات المتحدة، منها فيلادلفيا ونيويورك وبوسطن، كما أسس جريدة أمة الإسلام وقام بطباعة نسختها في قبو منزله. كذلك قاد مالكوم إكس مسيرة ضخمة في منطقة هارلم بولاية نيويورك عام 1963، وقد اعتبرت المسيرة من أضخم فعاليات حركة الحقوق المدنية بالولايات المتحدة الأمريكية. وهكذا غدا الرجل الثاني في منظمة أمة الإسلام بعد إليجا محمد، بل يمكن القول بأنه قد تفوق على معلمه، فبدأت الخلافات تذب بينهما، خاصة بعد أن اكتشف مالكوم إكس فضيحة أخلاقية لإليجا محمد فرفض السكوت عن الأمر. ثم كان تعليق هذا الأخير على حادثة اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي بالقول أنه لم يدرك أبدا أن الدجاجات سوف تعود إلى المنزل لتشوى، قاصدا بذلك أن العنف الذي تمارسه أمريكا انقلب عليها، الأمر الذي أغضب إليجا محمد خاصة مع الشعبية الكبيرة التي كان يتمتع بها كينيدي. فأوقف مالكوم إكس عن التحدث باسم أمة الإسلام لمدة 90 يوما، وعلى إثر ذلك انفصل مالكوم إكس عن المنظمة. سافر مالكوم إكس إلى الأراضي المقدسة ليرى هناك إسلاماً آخر غير الذي يدعو إليه إليجا محمد، عرف إسلاماً يدعو إلى المساواة بين الناس دون تفرقة بين عربي وأعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى، فتغيرت أفكاره تماماً، فذهب إلى مصر والتقى بشيخ الأزهر، فأعلن براءته من جماعة أمة الإسلام، وأعلن إسلامه مرة أخرى، وغير اسمه إلى الحاج مالك شباز، وبعد عودته إلى أمريكا دعا إليجا محمد إلى انتهاج منهج الدين الصحيح،
لكنه رفض دعوته فأسس مالكوم إكس حركة مستقلة تدعى المسجد الإسلامي لمتابعة نشاطه الحقوقي، وخرجت دعوته من دائرة ذوي البشرة السمراء لتتوجه إلى مختلف أعراق ومكونات المجتمع الأمريكي، إلى جانب تأسيسه منظمات الوحدة الأفرو أمريكية لربط نضال ذوي البشرة السمراء في أمريكا بنضال الأمم الأفريقية التي تكافح من أجل التحرر. لكن هذا لم يرق لمنظمة أمة الإسلام التي أرسلت إليه عدة تهديدات بالقتل، حتى إنهم قاموا في 14 فبراير من عام 1965 بإضرام النيران في بيته، لكنه نجا من تلك المحاولة. في 21 من نفس الشهر وبعد أسبوع واحد فقط من محاولة الاغتيال، وأثناء إلقائه خطابا على أعضاء منظمة اتحاد الأفارقة الأمريكان في قاعة مؤتمرات بمدينة نيويورك، افتعل رجلان شجارا من لا شيء، وعندما حاول حراس مالكوم إكس إخماد الاضطرابات اندفع رجل نحوه وأطلق عليه رصاصة اخترقت صدره، ثم استغل رجلان آخران الجلبة واندفع نحو المنصة وأطلق 16 طلقة على مالكوم إكس لتنتهي حياته الحافلة وهو دون 40 من عمره. بالرغم من أن التحقيقات قد أشارت إلى أن اغتيال مالكوم إكس كانت نتيجة للصراع بين هذا الأخير ومنظمة أمة الإسلام، وأدانت 3 رجال من رجال المنظمة بقتل مالكوم إكس، إلا أن هناك من يدعي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد تكون له يد في ذلك الاغتيال، خاصة أنه كان يراقب أنشطة مالكوم إكس، لكن حقيقة حادث الاغتيال هذا قد ظلت طي الكتمان طوال نصف قرن حتى عادت إلى المشهد مجدداً هذا العام. فقد طالبت بنات مالكوم إكس بإعادة فتح التحقيق في جريمة قتل والدهن، استناداً إلى رسالة لضابط سابق في شرطة نيويورك كتبها وهو على فراش الموت لرجل كان يعمل شرطياً يدعى رايموند وود وقت جريمة القتل عام 1965، يدعي فيها أن شرطة نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي تآمر في عملية اغتيال مالكوم إكس حسب ما ورد في موقع بي بي سي. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل سيكون هناك تحقيق جاد في قضايا اغتيال الزعيم مالكوم إكس؟ وهل نحن على موعد مع فضيحة وشيكة لمكتب التحقيقات الفيدرالي؟ هذا ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.